إذاعة الشرق الأوسط بتقدم احكي لي مع هيام أبو شديد. خبرية اليوم بصوت امرأة مديرة البرامج الاقتصادية بشبكة سيدات الأعمال بكيبك، عضو مجلس إدارة المجلة المسرحية جو موريال، الرئيسة التنفيذية لمركز ريادة الأعمال بجامعة موريال. أكثر من 20 سنة من الخبرة بالمبيعات وإدارة خدمة الزبائن والتدريب واستراتيجيات الاحتفاظ بالزبائن بشركات تكنولوجيا المعلومات. أمضت عدة سنوات بالترويج لمنتجات تكنولوجيا المعلومات بأسواق أمريكا الشمالية، أمريكا اللاتينية، شمال أفريقيا والشرق الأوسط. حاصلة على بكالوريوس بإدارة الأعمال وخدمة الزبائن، متخصصة بالترجمة من جامعة موريال، وحاصلة على شهادة بالقانون من جامعة موريال والتدريب بالعلوم السياسية، متخصصة بالعلاقات الدولية من جامعة كونكورديا. منتعرف على ندى صغيب ومنسمع منها قصتها. أهلا وسهلا. أهلا فيك. سعيدة أنك وافقتي تكوني معي بالبرنامج، قبلت دعوتي. ما عرفت كيف بدي أعرف عنك. تعرفت عليك بالأنصلية، حسيت أنك ملهمة، انسبيرانت جدا، عندك كتير انرجي، طاقة قوية، قطعت الطاقة يعني بطريقة حكيك. مشان هيك حبيت كتير قول شو أنت عاملة، مع أنه عاملة بعد أكتر من يلي ذكرتهم، بس ما بقدر أقول كل السيفي. ليه اخترت هالمجال يلي إجمالا منقول هيدا مجال ذكوري؟ اجت الفرصة يلي تقدمت لي وأخدتها، وقلت أنا تجرب شوف كيف بدي أطلع فيها، جرب أعمل تأثير على المجتمع فيها، ومن وقتها انغرمت بهالمجال وبعدني فيه. من كيف الفرصة اجت؟ كيف يعني؟ ما كنت مفكرة بهذا التخصص أبدا. أنا وقت خلصت البكالوريوس تبعي بالترجمة، الفرصة اجت أنه في شخص كان عم بيعمل لوجيسيال مشان الشرطة ومشان الإطفائية، وكان عايز حدا يجي يترجم له إياه من الإنجليزية للفرنساوي، لأنه بكيبك لازم يكون بالفرنساوي. أنا بالنسبة لإلي التكنولوجيا تعلمتها بالجامعة هالأيام، تما نقول قدي عمرنا كمان، كنت خايف من الأورديناتور، كان لازم نعمل كمان ترجمة على الكمبيوتر. هيدولي بقى وقت العرض علي الشغل أنه ترجم له إيه، من هوني وقعد فيها للتكنولوجيا وقعد فيها للإنوفاسيون نتفي، لأنه كنا غير شيء عن كل شيء بيعملوه بالإطفائية وبالشرطة كانت. ومن وقتها تعرفت على كيف نعمل تفكير بكمبيوتر باللوجيسيال تيكون هو يساعدنا كل بدنا ننظمه بيسهل، وكيف بعدين بدنا نجرب نقلهم لهالشرطة ولهالإطفائية يستعملوا تيقدروا يسهلوا حياتهم. يعني كانت مثل ديكلانشور، يعني شيء كأنك تعرفتي على شغلة ما كنت مفكرة أبداً فيها أبداً، بس حبيتيها. حبيتها وعملت فيها، يعني كانت المدرسة لقلي للتكنولوجيا ولهالكل البرانش كلها يلي كانت بالإنوفاسيون بالتكنولوجيا، نجرب نساعد كيف نقدر نحطها تخدم المجتمع، مش المجتمع يلحق التكنولوجيا. نعم. بالإطفائية تعلمت أعمل الترجمة، بعدين عملنا الترينينج، نعلمهم على التدريب ونعمل المانويال يلي بدو يخدوه تيقدروا يكملوا فيه. وبعدين من وقتها وصلت على المبيعات. بالنسبة لموريال بالوقت كانت في عنا 28 منطقة ريجيون بموريال يلي فيهم كل واحد لازم نروح ندق على الباب ونقول لهم جربوا لهاللوجيسيال، ومنه هالبرنامج عملت هالبرنامج كله. منه وصلنا على نعمل الانترناسيونال وجربنا نفرجي للشرطة والإطفائية، رحنا على البرازيل، رحنا على المكسيك، رحنا على الماليزيا. فتنا فيها على الآخر وتعلمت هنيك كيف الواحد لازم يتأقلم على كل مجتمع محيط وكلتور، كيف لازم نقلهم، ونحن لازم نجرب نخليهم يشوفوا لهاللوجيسيال مثل شي بيساعدهم أكثر من ما يكون شي هذا جاي من كيبك مش ماشي لإلي. بقى من وقت صرنا نعمل هالتأقلم للمجتمع الغريب كمان الانترناسيونال. هالبرمجة تخدم الحاجات يلي موجودة بمجتمع معين بثقافة معينة
مزبوط. بشغل معين يعني. مزبوط. من بعد رجعت فتة على الجامعة وتخصصت بأمور تانية دقيقة أكتر بهالمجال. صرت جيب نتفة أكتر، بس الجامعة القوية اللي كانت هي المجتمع، هي زبونات، هي الحياة، هي الشركات كمان. والشركات يلي كانت مش معودة يشوفوا مرة عم تجرب تبيع، يما مرة عم تجرب تدربهم على هالبرامج كلها، هيدي كانت أكبر جامعة لإلي يلي قدرت شوف بأي طريقة فيي خليهم يقبلوا يسمعوا مني. من ما عم تحكي هون بكندا، عم نحكي هون بكندا مش إنه بمجتمع شرقي، بكندا وبالمجتمع النور أمريكان والمجتمع اللاتيني يلي بعدنا لليوم كمان بالبرازيل بعده هيدا البرنامج بعدهم عم بيستعملوه تبع الشرطة مش بس تبع الإطفائية. بقى في أشياء كتير عشتها هون مع المجتمع الإطفائية وهيدولي بتطلع بتقولي طب كيف بجاوب، بجاوب إنه يجوا نتفة هنوني يا ما بخدها بطريقة مزح. وقت تعلمت أخدها بالمزح قدرت اضبط حالي وقدرت اقرب اكثر واتعلم اكثر كيف لازم كمان اعطيهم هالسنسيبيزاسيون انه فيكم تحكوني ايه، لا مش لاني مره ما راح اعرف كيف جاوبكم لانه تكنولوجيا، يعني معناتها المره ما بتعرف التكنولوجيا. نعم. بالعكس في يساعدكم، واذا انا ما في يساعدكم في اللي ايه اللي راح يساعدكم. بقى بتخلقي هالعلاقه معهم تقدروا يقبلوا فيها. هيدا عم تحكي من كم سنه تقريبا يعني، كان بعدها لهلا هالفكره موجوده او اقل؟ الندفة أقل بس للأسف بعد موجود الندفة، بعد في الشغل لازم نعمله تنخلي العالم يفتحوا المجالات للمرأة. نعم. بالمجالات يلي منا فينا نقول تراديسيونيل، ما فيها المجالات يلي يي مرة بالتكنولوجيا يي مرة بالانتليجنس ارتيفيسيال، ما في كتير، مشان هيك بعضهم بيلاقوها يي شي ندفة سبيسيال، بس بعدنا فيها القصة، بعد في يعني طريق لازم الواحد يسابر فيها. مشان هيك حضرتك مديرة البرامج الاقتصادية بشبكة سيدات الأعمال يعني بكيبيك، وقت اللي بتعملوا كمان ريزو فيمينا بتكونوا عم بتهمشوا حالكم، تقولوا أن السيدات مستقلات عن الرجال، مش فيها شوية خطر أوقات؟ فيها تكون هيك، بس كمان كيف نحن منقربها لا نخلي نعطي انه مش عم نخلينا نكون بالمارج تبعها، بس كيف فينا نحط الاضواء على كل هالكنز يلي فيه بالمجتمع الامرأة السيدات بالعالم الاعمال، عم نحط البروجيكتور عليه مش عم نخليهم يكونوا يي انا مره افتحوا لي الباب لا. طيب شو هي هيدي الشبكه الريزو؟ هيدا شو الريزو؟ صار له 41 سنه، بلشوا فيه 2 سيدات اعمال بكيبيك تا يجربوا يعطوا مجال للنسوان اللي بدهم يجربوا يفوتوا على المجال الاعمال يحكوا مع بعضهم. نعم. بلش هيك وصار يكبر يعني اسمه معه شبكه ريزو، اسمه معه شبكه. كيف بنقدر نحكي، كيف بنقدر نلاقي طرق نسبة حالنا فيها نطلع بالمجتمع، يفتحوا لنا الباب بالمجتمع تا نحن نسوان الأعمال فينا كمان نساعدكم بالمجتمع ونعمل تأثير للمجتمع. ومن حوالي 10-12 سنة المديرة الحالية يلي هي اشترته لهالشبكة وعملتها OBNL، يعني عملتها كأورغانيزاسيون ما بتعمل فيها مصاري، ما بتبغي الربح exactly. تتصير تفتح مجالات أكتر للمساعدات الدولية، المساعدة تبع غير شركات وشبكات عالمية. أنتوا فيكم تدعموا يعني سيدة بدها تبلش ممكن تدعموها، تكونوا عربين لها تساعدوها؟ نحن نعطيها كل الوسائل. نعم. تقدر تحضر تطلع بالشركة تبعها، ما بنعطي مصاري. نحن ما بنعطي مصاري لأنه في كتير بالمجتمع اليوم مؤسسات عندهم هالمقابلات، بس نحن كيف بدنا نعطيها لإلك كسيدة أعمال. نعم. كل الوسائل تهي توثق بحالة أكتر، تهي تقدر تقول طب إذا ما عرفت وين في يروح جيب المساعدات، من تاني مال نعطيها كمان كل هالانتشار للشركة وللكل اللي بدها تبيعه، يعني بتأمنوا للخدمات والأدوات يلي بتساعدها أنه تقلع، بس مش ماديا، مش من ناحية الستركتوراسيون من إلا كيف تروح تجيبهم، كيف تحضر حالك، كيف تقدر تفتح الأبواب، يعني بتخصصروا للطريق طبعا حتى تفوت بحيطان بتفتحوا للأبواب. في عندي أنا مثل بعطيه من وقت ما كنت ساعد كل رجل يما سيدة أعمال. نعم. بقلون وقت الواحد بيساعدكم بيحط لكم الكاسك مثل يلي عطيتهم الفكره تبع الهوكي، بتروحي تلعبي على الهوكي بدك تحطي كاسك حماية. بتحطي هالحمايه تا اذا فتي بالحيط
ما بتتدممي ما نعم. بتعملي هالبليسور القوية بتفوتي نعم. بالحيط يمكن بيوجعك نتفي راسك بترجعي بتوقفي بترجعي بتكملي. بقى هون نحنا كشبكة نحنا هالحماية اللي عم نعطيهم إياها تيعرفوا أي مشكل لازم يزيحوا عنه يما الحيط يتجنبه. إذا رايحين على الحيط أوكي لأنه بكل رجل أعمال يما سيدة أعمال بدون يمشوا بالتجارة وهيدولي في عندهم ريسك إنه بدون يوقع طبعا لأن إذا ما وقعنا ما منتعلم بس توقعي حمي حالك وقعي مزبوط تقدري ترجعي توقفي أقوى ونحن هوني تنساعدك ترجعي توقفي يما إذا ما وقعتي توقعي نتفي تتفركشي بس تتفركشي ما بتوقعي كلك فوقع لاحظت أنك ذكرتي الرجال اللي بساعدهم وهذا سؤالك بدي أطرحه عليك بس بتشتغلي مع السيدات ولا ضمن كمان عم تقولي في رجال اللي بساعدهم بس بتساعديهم ضمن هل شبكة ولا ضمن شبكة لا أخرى؟ الشبكة هي للنسوين وعملناها للنسوين تنساعد النسوين تنكون موجودين هنيك منساعد رجال الأعمال منساعد الشركات الكبيرة تيفتحوا الأبواب تيعطوا لهالشركة المعمولة من السيدة اللي مؤسستها يفتحوا لهم المجال يقدروا يحكوا مع بعض بس أنا شخصيا آخر 20 سنة كنت كمان بساعد كل شركة بدها تجرب توصل أبكر تقدر تطلع تختصر أكتر الطريق. تختصر الطريق بكل المجالات تبع استراتيجي تبعها كيف بدها تفتح المارشي وهيدولي السوق دراسة الأسواق هيدولي كمان كنت ساعدهم ما كان في عندي والتخطيط الهدف كل يلي بده يبلش وبالأخص إذا عنده شيء غير عن العادة الإنوفاسيو يلي بتطلع بإشياء بالتجديد كيف منجيبها كيف منقربها للمجتمع كيف منقربها للزبونات اللي بدنا نجيبهم بهالطريقة أنا كنت ساعدون ونعمل هالتفكير وهالاستراتيجية دراسة السوق وين بدنا نصير مين معقول يهتم بهيك منتوج كل هول الأمور وين لازم يبلش مش ما بتبلش وين مكان لازم نعم. تعملي تركيز على مجال على معين بتبلشي فيه وبعدين بتكبري لأنه إذا بلشتي على كل شيء ما بتوصلي على شيء لازم تفكري كيف بدك تركزي على أول حطة إجر مثل ما بيقولوا exactly. يعني وين بدي بلش افتح الباب وبعدين الرئيس التنفيذي لمركز ريادة الأعمال بجامعة موريال هوني كمان بتشتغلي على الأرض ولا هوني مع طلاب أكتر تعملون فورماسيون يعني بتوعون على أمور هيدا كان يلي منسميه هوني بالمجتمع كلهم بيسمعوا فيه من أكتر وأكتر الانكوباتور بيقولوله يلي هو بيساعد كمان وبعنال ما في أنه نعمل عليه يعني خد الشقفة من الشركة يما ندفع على الشركة لأ يعني انكوباتور بمعنى هو المحرك المحرد كل تلميذ بالجامعة يشوف أنه بيقدر يجرب طريقة التجارة طريقة الأعمال وإذا عنده فكرة كيف بده يبلش فيها من وين بيبلش بيجي على هيدا الانكوباتور ونحن بدنا نساعده بالأول منشوف شو هي الفكرة اللي عنده إذا شاف إذا في فكرة تانية مثلها إذا في فكرة تانية مثلها كيف بده يصير يعملها نتفة غير شكل تبين ليش العالم بدها تجي لعنده شو الحاجة عليها وبعدين نحن منساعده يبلش يحط له دراسة المارشي ويشوف كيف بده يبلشها وشو اللي لازمه تيكبرها وتيعملها شركة قوية ويقدر يعيش منها بقى هيدا الانكوباتور نحن كيف بدنا نساعده يبلش يكون نتفة عنده هالحشرية شو هي الأعمال شو هي الشركات كيف بدي أعملها عم بتوجه بأي طريقة بدي أعمل تغيير وفي يقول أنه بآخر 3 سنين اللي عشناهم بهالدا الكوفيد التلميذ أكتر شيء تبع الجامعات كان عندهم هالنية بدنا نعمل شيء يساعد المجتمع كيف نعم. بدي أعمل شركة يكون عندها هالوسائل تقدر تساعد المجتمع يلي يعني كان في هم إنساني كمان هم إنساني هم يعمل تأثير يعمل تغيير الإمباكت يعني الإمباكت ويكون أنه أنا سجلت موقف لو بعدني بالجامعة بس أنا عضو كتير محرك بالمجتمع حلو. وهيدا كانت كتير حلوة كانت هلأ منلاحظ أنه في أكيد انتشار كتير قوي لشركات على الأونلاين يعني على الإنترنت صار الواحد بيكون ببيته مع اللابتوب تبعه يمكن يطلق بلاتفورم يطلق شركة زيت التفكير يعني أو تفكير مختلف أنه الواحد يكون على الأرض فعليا أو يكون على أرض الواقع الأونلاين ولا بتفكروا بزيت التخطيط
التخطيط؟ ذات التخطيط ايه، وحتى كمان في إلى تأثيرات غير شكل لازم الواحد يطلع فيها، لأنه وقت بتكوني على الأونلاين مع الكمبيوتر ما عم تحكي مع الزبون وجها لوجه، ما بتخليه يحس أنه أنت بدك تساعدي. نعم. بقى لازم يكون في طريقة أنه تحطيها بالوسائل اللي عم تعطيها إياهن للزبون بطريقة ايه في نت في التغيير. بس بيضل لازم نرجع كمان لعشر سنين عشرين سنة لورا، وقت البلش كل شيء صار بفيت بالإنترنت، صار فينا نحكي مع عالم برات البلد، وسع السوق وسع. يعني هيدي سميناها المونديالزاسيون، انه صار في عندك العولمي. تحكي مع مين مكان بحي الله بلد وتبيعي. نعم. عن جديد بعدنا فيها هون، هلا هون بالانسانيه بالكونتاكت هيما، يعني بالاتصال المباشر. في منهم فكروا انه اذا ما بعمل ولا اتصال انساني بنجح كمان، في منهم وقعوا. لازم تخلي هالتوش هيدي النتف الانسانيه، اللمسه الانسانيه، انه تحكي معهم، تاخد التليفون، شوف في شيء أقرب من شخص تاني. وقت اللي بتكوني بي حتى التليفون بعده أحسن من الزوم، الزوم بعدك على إكران، بس وقت اللي تاخد التليفون وبتحكي أنت بدانته للشخص يلي عم تحكي معه، في انتميتي بتنخلق فيها الإنسانية اللي بيحس فيها أنه عم تضحكي، إذا ضحكتي ببين على الصوت، إذا ما يعني ضحكتي حتى بتفكروا بطريقة سيكولوجية، يعني هيدي تفكير علم نفس، أنه أنا عم بقدر أهمس له بدانته، عم بقدر وصل له شيء، عم بحس حس انه صار في انكسر الحاجز كتير بيني وبينه كتير. يعني ياما في كان كمان كنا يعني ما نمدي ناشفه ابدا. بالعكس فيك تخلقي له هالانسانيه، فيك تخلقيها هالدفء الانساني اللي بتجيبيه بطريقه انه تفرجي للشخص اللي بوجهك انك انت كمان مهتمه لامره وعم بتجربي تعطيه اللي بيقدر يساعده، مش عم بتقولي له هيدا الاورديناتور بتاخديه وبتزبط حالك فيه. بدك تخلي يحس انك انا قطعتك، ما تخزيني، كنت عم تقولي يا ما كنا عم نحكي عن انه الواحد العولمي وانه الاتصال مع الاخر ويحكي بدينته، راح ترجع تجي. بعتذر اني قطعتك. قبل ما نكفي كمان اكتر واكتر ونغوص بعالم الشغل، خلينا نرجع شوي لندى زغيب، الانسان الشخص. مين سميك ندى؟ الماما والبابا اتنيناتهم اتفقوا على اسم ندى. تعرفي شو بيعني اسمك؟ شي اكيد ندى الربيع. لا روزي، يعني لا روزي دي متى، النقطة الصباحية على الورق. Exactly. طبيعة والشجر والورد. Exactly. بتحبي اسمك؟ حبيتي كتير دغري ولا مرقت بمرحلة شوي رفضتي؟ أبدا، من الأول بعدنه لهلأ بيأثر فيي، لأنه وقت اللي جيت لهوني كلهم يقولوا لي ندى. كنت اشتغل مع الكوبيراسيون مونديال تبع الالينا مع المكسيك. نعم. بالمكسيك ندى يعني ماشي. واو. كلهم يقولوا لي بس تعرفني على المكسيك قولي اسمك نادي. قلت لهم أبدا. لأنه ندى أنا أول شيء فخورة، وبعدين أعطيهم شو معناته ندى بالسبانيولي يلي هو روسيو، وبس قلهم هيك ينفتح مجال الحكي مع الشخص اللي عم بحكي معه من برا. بالسبانيولي شو هو؟ روسيو. روسيو يلي هي ندى الربيع، لروزي يعني. لروزي دي متى. بقى بالعكس أنا بالنسبة لإلي بالمدرسة بالجامعة كانوا كلهم يقولوا لي نادية، بعدهم لهلأ في كتير بيسمولي نادية، بلون إذا بدكن، بس أنا اسمي ندى. وبيفتح المجال، أنا لقيت أنه هيدا مش أوبستاكل، هيدا بيفتح المجال حجة ليصير في كوميونيكاسيون واتصال وتواصل مع العالم. ومن هون بتخلقي قصة أنه العالم يي عم نتعرف عليك أكتر، عرفنا شو معناته اسمك. بقى بالنسبة لإلي أنا أخدته بالعكس، بعدني لهلأ وفخورة فيه. شو كانوا يغنجوكي؟ مع أنه وعدتهم بالبيت ما قلن خيي، كان أنا وصغيري يسميني بوسي. مشيت للأهل بوسي، بس وقت كبرت أنا كنت قلن أنا اسمي ندى. من وقت ما كنا بعدنا بالمدرسة ما كانوا يلعبوا على اسميك ندوش؟ كتير قليل كتير قليل. كانت أكتر شيء الماما الله يرحمك يا مامي بس تعصب علي ندى، تعطي هالوهرة وقت دوسي اللعب ندوش ندى ندى حبيبي. ما كانت كتير تغيرها، بس هو مغنج الاسم أصلا. إيه؟ يعني ندى ناعم كتير. إيه؟ مشين هيك لا بالعكس أنا اسمي كتير بالنسبة لإلي ما بغيره. وأصحابك بالجامعة بالمدرسة والكوزان كوزين كلهم ندى كلهم ندى. فإذا حملت اسمك تعلمت مزبوط. بس هلأ مع اللبنانية تعلمت بيسموا لي ناد، قلت لهم بعد في حرف خدوه للآخر ناد ندى، بس عم بتعلم. بالنسبة لإليك شو الذكريات أنت من وين؟ ذكريات يلي تربتك بضيعتك، وين ضيعتك أنت من وين؟ أنا من بكفية
قضاء المتن. خلقت هونيكي، عشت هونيكي، شاكيد كنا ننزل نعيش ببيروت كمان وهيدولي، بس كل الصيفيات كانت ببكفية. عائلتنا كبيرة ببكفية، وبالنسبة لي بكفية كتير كتير بتضل ضيعتي. عندك جزور، في شو ذكريات اللي عندك إياها بالضيعة بأرضك؟ حلوة كتير. في شيء سلبي ولا لا؟ كلها ذكريات جميلة. سلبي مش كتير، بس شاكيد بلبنان أنا بضلني بنت أنطوان زغيب، مني ندى زغيب. إذا بجي بقول أنا ندى زغيب يطلعوا فيي بنت مين؟ بنت مين؟ بس قلهم بنت مين؟ يي بنت أنطوان، مع أنه ربياني هونيك وكلهم بيعرفوني، بس وقت البفوت بقلهم ندى زغيب يطلعوا فيي هيك، بالأخص من وقت ما هجرت وبس أرجع على الضيعة. بس بقيت ما بقى، بالعكس أنا بالنسبة لي بكفية ضيعتي، بيتي، الكنيسة، كنا قاعدين بوج الكنيسة، الكنيسة بعدني بوعى الأحد كأنه عم بيدق الجرس الكنيسة بالأوضة عندي. بالعكس هيدول ذكريات كتير. أي كنيسة كتار الكنيس ببكفية؟ في عنا كتير كنيس ببكفية، بس أي واحدة كانت تدق؟ نحنا كان عنا بوجنا كنيسة مار عبدة، ورانا كنيسة مار مخيل، وندفق أبعد كنيسة سيت النجابة. كنا محوطين منيح. كنت أسمع منيح أجراس، أسمع القديس أنا وقاعدة بالتخت. بالنسبة كمان لضيعة والدتك، عندك ذكريات ولا والدتك كمان من بكفية؟ لا، الوالدة من معاصر الشوف، للأسف معاصر الشوف تعرفت عليها بال 2005 2009، لأنه ما كان فينا نروح عليها، وهيدا بسبب الحرب اللبنانية. بسبب الحرب، وهيدا الشيء كنت كتير نتأثر فيه أنا وخيي كمان. وقت طلعت شفت بيت جدي يلي كان هونيك، الضيعة كانت ثلاث أرباع لعائلة الماما لأنه هي من بيت عربي، وشي الواحد بيكون فخور فيه. بس تشوفي أنه هيدي الضيعة ثلاث أرباع لأهل أمي، وما كنت أعرفها قبل، وتعرفت عليها وقت نزلت على لبنان ورحت سياحة مع جوزي الكيبيكوازي، تعرفوا عليا بذات الوقت أنا تعرفت عليا. هيدا بالنسبة لي كان وجع، وجع للواحد أنه ليش ما بعرف بلدي. ما عندكم أهل كان هونيك بمعاصر شو؟ في، بس ما كان فينا نطلع، البيت مهجر كمان والأراضي متروكة، بقى ما كان فينا نطلع مثل ما بدنا. بس رجعت تعرفت عليه وشفت هالفخر يلي وقت شفت الماما وخيا وأختها بيطلعوا بال البيت، والفخر يلي عايشوا فيه هن بهالأرض يلي أنا ما كنت حسيت كتير فيها. هيدي كمان كانت ذكريات أليمة، أليمة شوي. يعني أهلات أمك تركوا كمان الضيعة بفترة الحرب، بقى البيت، بقى البيت مهجور بعده لهلأ، بيت مهجور، في أراضي كتير كمان مهجورة، بس بعدها لألكم، بعدها للعائلة، بعدها باسم جد أمي. وهي جد أمك، جد مش جدك أنت، جد واو أمي. يعني صار في ورثة كتار هلأ، في كتير، وبعدها مثل أنا أكيد مش نحن العائلة الوحيدة، في كتير هيك عيال بلبنان ما قدروا يرجعوا وميتوا الأجداد وتيعملوا التنقل، وهيدولي بدأ مشكلة كبيرة للأسف. يعني ذكرياتك أكتر من قول ببكفية، بس أنه ذكريات ضيعة والدتك صارت بعدين، يعني على كبر صرت عندك علاقة فيها. هلأ نوصل لفقرة اسمها ذكرياتي عم توميني، رح قلك أنت تحكي لي عن هالذكريات يلي عم توميلك. بس أقوى الذكريات إذا كانت جيدة أو عاطلة، أقوى ذكرى بالطفولة؟ طفولتي كانت كتير حلوة، ما في يقول غير أنه كان في الحرب. كط طفولي لألي ولخيي مع أهلي كانت كتير حلوة، كانوا يعطونا قد ما فيهم. بعد في هلأ صور قبل ما صارت الحرب، برجع بتذكرون الشعنينة، كيف كنا نروح نعمل التياب الجديدة على كل شعنينة، لازم يكون في عنا تياب جديدة. بالنسبة لألي هيدولي طفولي كتير يعني حلوة، والمجتمع والعالم يلي على طول كانوا عنا، هيدولي كتير حلوين. وبالمراهقة، المراهقة بقدر أقول نتفي أقسى، مش من وراء الأهل، من وراء الحرب. أول شيء وقت الخي صار بعمر المراهقة بال16، بي جرب بجمع طرق وبعته على أمريكا تما يحمل سلاح. أنا كنت أصغر، بعته لوحده على أمريكا، بعته لوحده على أمريكا عند ناس بنعرفون تا يقدر يهربوا عن عن مين ما كان بيسترجي يعمل إيه إيه، لأنه ما كان بده يحمل سلاح، لأنه كنا بفترة وين بدون مجبور كان يلي بالعمر 16 وبالأكتر ينزلوا ويحملوا السلاح. بقى فضل بي يبعته على الهجرة من ما يخليه يحمل سلاح. بالنسبة لي كمان دبلوما أنه خي ما كان بقى بلبنان،
ما بقى فيه أظهر مثل ما بدي، ما بقى فيه أنا روح مع أصحابي لأنه بنت لوحدي ما معي خيي، الحالة الأمنية منا منيحة. هيدي في يقول نتفة المراهقة كانت مكبودة لأنه أهلي بدون حمايتي، ما كنت لوحدي يعني من أصحابي كمان. أنتوا ولدين بس؟ نحن ولدين بس. خيي كان الأكبر؟ خيي الأكبر. شو اسمه؟ جهاد. جهاد وندى. بقى هيدي اللي كانت نتفة أقسى، بس لقينا طرق. أنه مثلا أنا كنت فايتة بالكشافة بالمدرسة اللي كانت بالجمهور ببيروت، ضمن الكشافة كنت أعمل هالأكتيفيتي ونقدر نظهر ونقدر نشاطات. نعمل نشاطات سوا. بقى هيدي كانت حياة المراهقة لإلي هونيك. والجامعة؟ بلشت الجامعة بالإيجي، بلشت بالحقوق. كنت عندي أنه أمل أعمل الحقوق وأعمل الدراسات كقاضي لأنه بيي كان بهالمجال وكان حلمه كمان، وأنا كنت حبها كتير هالهيدا. بقى وقتها بلشت كانت الحرب الأقسى يلي كانت بال89-90 وما كفيت سمستر. وقتها بيي قالي مثل ما عطيت الفرصة لخيك بدي أعطيك الفرصة. صارت طريقة أنه ما كنت أقدر أروح أنا على أمريكا، بالآخر قدرت أجي أخذ الفيزا لهون. أمي ما كان بدها أنه بتجي البنت لوحدها على كندا. بقى قال لي يا بتقعد بالبيت يا ما بدها تروح تتعلم. بقى فتح لي المجال أنه أجي لهون، أجي أتعلم بالجامعة. بقى الجامعة بلبنان عشتها كسمستر. جيت لوحدك لهون؟ جيت لوحدي لهون. بقى آخر ذكريات الجامعة ببيروت بالواجي مالورزما كانت أنه بيي عم بيفتش علي بالمكتبة. قلت له لحقني لهون أنه أنا بالجامعة عم بدرس. قال لي هلأ بتظهري لأن ما بعرف إذا رح نقدر نوصل على البيت. كان مسكر علي بالعربيتها نمشي ورا بعضنا. قال لي شو ما بيصير ما بتوقفي بتلحقيني تنوصل لعنده على المكتب يلي كان على المتحف يلي هي ما في خمس معبر كان كتير خطر. وكانت آخر مرة بروح فيها على الجامعة. واو. من الجامعة من هونيك جيت لهوني ورجعت عملت جامعتي هوني. شو صعبة كانت عن جد كتير. هلا عم ترجع تحكي وانا عم بتذكريني إيش يعني بالفعل قدي كان ياما نمنا بالجامعة. الحياة العملية والعامة يلي بعدك هلأ بعزة، بس شو هيك بتحسي ألمع شي براسك كذكريات؟ تبليشة مش التبليشة؟ التبليشة هي ما كانت هينة، ما في يقول كانت هينة. بقدر أقول عنه أنه جتني فرصة أخدتها استغليتها كمان وجربت أمشي فيها. على طول ضني أقول ما في شي بيجيني ستاندار، أنا بده يجيني كل شي غير شكل، والغير شكل اللي كان يجيني كفرص يلي عمله أنه وصل لوين. بس أنا لاحظت أنه عندك شغلة أنك أنت بتستقبلي يعني فوزاكية لشوز، يعني في كتار بقولوا لا 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 هذا مش مجالي ولا لا لا ما بدي أنا ما بعمل إلا هيك. يعني كمان أنت عندك هالفتحة لبيجيك إشياء بريت المألوف يمكن. بس اللي حلو أنه أنت عندك هالحس أنك كمان تستقبلي الأمور اللي الحياة عم تقدم لك إياها وتجربي. هذا كتير كتير مزبوط. جربت كتير أشياء، بجرب أشياء منا من طاقتي اختصاصك ومني مختصة فيها بمشي. هاي الحشرية الإيجابية بعتقد إيه، وهذا اللي ساعدتني يمكن تا أطلع من الترجمة أعمل الحقوق لأنه الحقوق بعده عنده محله لإلي. إدارة أعمل أعمال. إدارة الأعمال أعمل أنا مني هالدرس فيه كتير. وأكتر شيء هو حط على نفسي أنا كيف بدي العالم تعملني، وهيدا اللي ساعدني أنه ساعد هالشركات وهالرجال والنسوين الأعمال أنه قل لهم وقت اللي بدكم تعرضوا على زبون طريقة يما سيرفيس يما برودوي كيف أنتوا بدكم ياهن يعرضون عليكم. يعني بتقدر تحطي حالك محل زبون، يعني في تعاطف. في تعاطف في كمان بترجعي على ما تبيعي هوا. بيعي شو اللي فيك تبيعي، لأنه بعدين إذا بعتي هوا رح يرجع لك هوا. رح يرجع لك يقولوا لك انه عم تعطيني هوا ما رح تكمل معك. ومش بس بيرجع لك، بيحكوا عنك انه هيدا الشخص ما بقى تروح تشتري منه لانه عم بيبيع هوا. طالما اذا بتبيع شيء منيح ما فيك تكون كل شيء للكل. صح. بدك تنقي كمان لمين بدك ترانش. تبيع ما فيك تقول انا فيي اعطيك اللي بدك اياه، فيي لقي لك الطريقه، فيي شوف اذا بقدر لاقي حدا بيعطيك اللي انا ما فيي اعطيك. بيتشكرك هزبون اكثر من ما تقول له ايه فيي وما تقدر تنفس وما تكون عقد. وهذا اللي فيك تعمله. وهذا يعني في مصداقيه. في مصداقيه وفي ترانسبرانس في انه شو فيك تقدر تعطي لزبون مزبوط. نعم. بالعلاقات العاطفيه شو اقوى ذكرى عندك اياها؟ ذكرياتك شو بتميلك بالعلاقات العاطفيه؟ هينة صعبة؟ ما كانت كتير هينة، لأنه الهجرة كمان بتفتح أبواب، والواحد وقت بيجي كمان بيكون عنده بده يتجوز من أهله من القيم تبعه من المجتمع تبعه.
تتعرفي على شيء تاني وبيصير في عندك حشية تعرفي أكتر على شيء تاني. ما كانت هيني، ما كانت هيني لألي، ما كانت هيني للعائلة، ما كانت هيني لأمي. أكتر شيء إنه إذا بدي أتجوز واحد غريب ما رح أرجع أعيش بلبنان. نعم. كيف رح تكون إنه فيها النتفة فراق بالقيم، إنه منا هيني تلاقي شخص من غير مجتمع يكون عنده ذات القيم اللي بدك إياه هون أنت تفهموا على بعض بالحياة، وبالأخص بس يكون في أولاد، بس كمان فيها تكون هيدي ثروة كتير. لأنه كمان بتضيف قيم من الميلتين، ثقافتين، طريقتين بالتفكير، وبتخليني أنا كأم كمان بالنسبة لبنتي شوف الأشياء غير شيء من يلي أنا عشتها، يلي ما كان بموضوع قابل بالمجتمع. أنا عشت مجتمع في حرب، ما كان فيها الحرية اللي بدي إياها. بقى اليوم أنا عم جرب أرجع أتأقلم تما أرجع حط على بنتي شيء اللي أنا عشته يلي منه من بيئتها ومن مجتمع، لأنه هي عايشة بمجتمع مختلف، كله مختلف كلياً. ما عشت يلي أنا عشته، وأنا ما عشت غير شيء إلا هالمراهقة يلي كانت مع الحرب، يلي كانت مع ما عشتهم هيدول. ما بدك تعملي لها إسقاط بيلي عشتي عليها. ولو ما كان مثلا جوزي كندي، يمكن لو كان لبناني كنا اتنيناتنا عملني لها أوفر بروتكشن وما كان بيطلع منيح. طريقة فتحتي لها الأوريزون المجال، لأنه جوزي بيجي بيقلي انتبهي منا بلبنان، انتبهي من حب كندا، فيها هي في كمان هون مجتمع بيحافظ، وهيدولي بقى بيعطي هال مثل ما قلتي هالثروة، الافتتاح كمان الضهن تشوفي اشياء غير شيء. نعم. هيدولي كمان منيح بعلاقات الاجيال، يعني علاقتك مع اللي اكبر منك وعلاقتك باللي اصغر منك، بتحسي حالك مرتاحه؟ شو اكتر ذكرى هيك في شخص اكبر او اصغر عندك علاقه فيه قويه؟ من انا وصغيره، لانه كمان بالمراهقه وقت كنت ضلني بالبيت يكونوا أصحاب أهلي قليل تيكونوا أصحابك دايما عندي بالبيت، بقى شيء أكيد صار في عندي سهولة أكتر مع العالم الأكبر مني شوي، وبعدني لهلأ يعني بجرب بطريقة أنه بلاقي حالي كتير مع العالم اللي أكبر. هلأ مع الأجيال عم بتعلم من ولادي، عم بتعلم من أصحاب ولادي، وما عندي هل أنه هي أنا المرة بتسميني مدام، لا، بيجوا الأصحاب الولاد بيقولوا له أمك بالبيت تأجي زورك، بدهم يزوروا الأم والبيت، فيها الاختلاط. بعدني بتذكر أنا وقت أنا كنت مراهقة بعيشهم معهم، عم برجع عيش يمكن معهم هالمراهقة اللي ما قدرت عشتها بلبنان. بقى هيدي بالنسبة لإلي بلاقيها كنز الواحد يشارك فيها الولاد. استمع واستمتع، إنها الشرق الأوسط. بتعرفي عن حالك بشكل كتير لذيذ، بتقولي أنا مدربة وشخصية ملهمة لتقدر تلهم وتكون مصدر تأثير، بتحب مواجهة التحديات والتفكير خارج المألوف لتبتكر وتنفذ تنجز إنجاز أمور بشكل مختلف، يعني بريت العلبة، ما بتحب تكوني كأنه محدودة، وبتحطيها هيدي حطيتيها تيتر على اللينكد إن تبعك، يعني الشغلة حلوة من شخص بعالم الأرقام والتفكير والأعمال والترجمة واليعني الأنتربرونيا إجمالا، أنه يكتب بطريقة أنا حسيتها كتير فنية حقيقية. ميرسي، اجت من القلب، اجت من القلب، لانه الواحد وقت بده يعرف عن حاله مثل ما بدك تعرفي عن شركه، مثل ما بدك تعرفي عن منتوج غير شكل، بدك تعرفي عن حالك. انا منتوجي هو كيف بقدر ساعد. نعم. بقى كيف بدي انا اقول لهم انه انا بساعد بطريقه غير شكل عن غيري، ما بدي روح محل غيري، بدي يكون اذا بقدر يكون عندي بيقولوا له بيرتيناس، انه بقدر ساعدكم يا ملا باي طريقه بقدر ساعد، شو بقدر زيد على اللي عندكم، لانه ما في حدا عنده هالخصوصيه. انت يعني في خصوصيه بس ما في الواحد بيعرف كل شيء. على طول بنضلنا نتعلم، بنضلنا نقدر نلاقي شيء تاني. بقى بالنسبه لي انا بدي اشوف اذا انا عندي شيء بقدر اعطيه لغيري بينفعه، اذا ما حكي للحكي حكي لا، إذا بقدر بنفعك، إذا ما في ينفعك كيف في يلاقي لك شيء حدا تاني ينفع، مثل ما بقولهم لرجال الأعمال والطلاب كيف فيكن أنتو شركتكم تكون عندها هدف. بقى بالنسبة لإلي هيدا إذا في يساعد اتر بيرتينات، هيدا اللي بدي أعمله، وحلمي أنه إذا بقدر أعمل نتف التأثير على المجتمع، ساعد المجتمع، لأنه بعتقد كل واحد عنا بهالحياة كيف بدنا نعطي الشيء للتاني. بقى إذا في أعطي الشيء أنه غير شيء للأحسن بالمجتمع بيكون عملت شيء كتير منيح. تقدر تكوني ملمة بالشغل اللي عم تعمليها وتقدري تعملي فرق. كنا عم نحكي عن الريزو فيمينام،
بكيبيك اللي حضرتك عضو فيه. رح نسمع هلأ الرئيسة الحالية لهالشبكة السيدات سيدات الأعمال بكيبيك سيدة روث فاشون. شو بتقول عنها ده؟ Je vous remercie d'avoir demandé ma contribution parce que pour moi, c'est un pur bonheur de témoigner de l'histoire de Nada. Moi, je suis arrivée au Réseau des femmes d'affaires du Québec il y a plus de 12 ans et elle contribuait déjà de manière importante depuis plusieurs années. Nada, c'est une femme immigrante qui a surmonté beaucoup d'obstacles comme beaucoup d'autres pour arriver là où elle est aujourd'hui. Mais c'est vraiment un exemple de résilience et de flexibilité pour tous ceux et celles qui la connaissent. C'est une des rares femmes que je connais qui fassent tout de manière si positive. Puis un fait que je trouve qui est tout à son honneur, c'est qu'en immigrant au Canada, elle a pris soin d'amener avec elle ses valeurs les plus profondes, l'entraide et la solidarité. C'est une femme qui est toujours prête à aider, à donner, et tellement de femmes témoignent de l'impact significatif qu'elle a eu sur leur vie. Tous ceux qui la connaissent ont le goût de collaborer, de travailler avec elle, parce qu'elle inspire la confiance et le respect de tous ceux qui l'entourent, et elle a cette capacité de rassembler les gens autour d'une cause commune. Et nous, au Réseau des femmes d'affaires, on se considère tellement privilégiés qu'elle ait choisi la cause des femmes entrepreneurs. Et en terminant, je ne peux dire autre chose que Nada, merci d'être dans nos vies. Hello, Tier. هالتقدير يلي عم بتقوله انه قديه هن محظوظين يكون عندهم حدا من الاغتراب اجات اقلام ساعد وبذات الوقت جيب قيمه معه القيم الحلوه وقديه هن محظوظات انك اخترتي تكوني معهم بيناتهم تسانديهم وقديه عندك هم تساعدي بطريقه عفويه مندفعه يعني مثل ما فهمت انا انه كانها بطبيعتك هالشغله. من وين اخذتيها؟ اهلي امي بالاخص الاندفاع تبع أهلي كانت دايما كيف بدنا نساعد الغير كيف بدنا نساعد العائلة كيف بدنا نساعد بعضنا وهيدول أيام أهلي وبتشكرون عليهم وطبقتيهم بحياتك اليومية. كيف وليش فكرة جديدة بحكي لي بدك تحكي لي كيف وليش هجرتي قلتي يعني أنا حسيت أكتر من هجرة كانت تهجير كان أمر واقع. شو كان شعورك وقت اللي ضبيتي شنتك برمتي ورحت صوب بلد ما بتعرفي؟ كان في شعور هيك مخلوط كله سوا على بعضه الخوف بس كمان عيش الأفانتور عيش إنه مغامرة وبعتقد هالإحساس المغامرة طغى على الخوف تل واحد يقول تركي أهلي تركي كل هالبيئة يلي كانت حميتني وعم بنكب ببلد ما بعرفه ما عندي حدا. كان عندي صاحبة وحدة كانت هون عندها جمعتين وكان بالأول الهدف إنه أجي لهون وأرجع جرب روحها أمريكا عند خيي بس وقت عشت هون ما برجع بغير أبدا حبيتي ما بغير وما بروح. أدي أخذتي وقتها تتأقلم يعني دغري بس وصلتي ندى صغيب اللبنانية من بكفية المتن حست حالة تأقلمت مع الوضع الكيبيكوازي ولا تأقلمت مع مجتمع فتح لي قلبه تعيش فيه يلي من تاني نهار وقت وصلت كان لازم انزل كنت قاعدة بقيل بيزار بآخر معمل ربنا هوني وكان لازم انزل على المدينة تقدر اعمل ورائي وحامل الخريطة ما كان فيه وقتها جي بي اس ما كان فيه شي حامل الخريطة بنص المدينة وعم جرب لقي طريقي ويجوا العالم هني يسألوني اذا بيقدروا يساعدوني. هيدا اللي عمل اني انغرمت بهالبلد وتأقلمت لانه شفت المساعدة كلها كيف كانت وبعدنا بتعرفي نحن بلبنان انه يشو بدو انه خيف يلي يجوا بدهم يساعدوني طلعت بالاخر عم بيساعدوني لانه بدهم يساعدوا مش لانه بدهم شي تاني ما في غاية وما في غاية. وقت اللي كنت احمل اغراضي تروح فيهم على البيت في مرة تجي تقلي قاعدة ناطرة انا عم بجرب ارتاح شوي لان عم بمشي عندي 10 دقايق ماشي توصل فيهم على البيت وحطيت اغراضي على الارض عملي بتسمحي لي ساعدك احملهم قلت خير ان شاء الله بدك ما تخافي عم بسألك لانه بحب حدا يبقى يسألني وقت انا عم جيب اغراضي تروح فيهم على البيت. حملت نص الكياس تبعي لباب البناية ترجيتها تطلع تشرب شيء قلت لي لا انا بس كان بدي ساعدك تحمليهم لباب البناية
كيف ما فيك تكوني بدك تتأقلمي وقت تشوفي هالانفتاح وهالشعور اللي عم هالتعاطف؟ بالنسبة لي هيدا كان ديكلانشر انه اقدر اتأقلم وما في بقى خوف. يعني انت هيدا المجتمع تبنيني رح اتبني طبعا. يعني تبنيتوا بعض، بنينا بعض وكبرنا مع بعض، واذا في ارجع اعطي بدون ما انسى كمان مجتمعي اللبناني. نعم. بس إذا بقدر أعطي لاثنين يلي عم بربحوا من مجتمع الكيبيكوازي أعطي لللبناني، ويلي بربحوا من اللبناني أعطي للكيبيكوازي، ونعمل مجتمع كتير ماشي مع بعضه، لأنه نحن كجالية لبنانية كبيرة بموريال، كبيرة بكندا بحد ذاتها. فإذا فينا كمان نفرجيهم نحن مين غير الحرب، غير البلد اللي عنده مأساة صورة سلبية، بس نحن هون عم نشجع، عم نشارك كمان ببيان هالبلد هون بنيانه. نعم بالفعل. وقت فتي على الجامعة هون دغري تأقلمتي مشي حالك، ولا مرقتي بمراحل صعبة صرت تقولي شو عم بعمل هون، يا ريت البلد منيح؟ يعني بكيتي ضايقتي ولا فكرتي دايما بطريقة إيجابية؟ كانت كتير إيجابية، لأنه ما عشت بيئة الجامعة بلبنان إيجابية، كانت بما أنه ما عشت إيجابية بلبنان ما كان فيه أرنا هوني. بقى يلي عشته هوني كانت هيدي حياتي الجامعية، هيدي حياتي يلي تعرفت على أصدقائي يلي هلأ بعدهم أصدقائي، يلي عملت مجتمعي، يلي عملت الشبكة تبعي. كان على طول يكون في نتفة هالوحدة والحنين، أنه يي لو كنت بالبيت كانوا أهلي ساعدوني، يا ما بي كان ساعدني بكم دراسة. شاكد هيدي الوحدة وقت اللي بتكون الواحد لوحده ببيته، يرجع على البيت العشاء مش محضر، الأهل منهم هوني، تاكلي لوحدك، ما في حدا تحكي معهم. اكزاكت ما فيك تشاركي بشو عشتي وبالهيدولي. بس من تاني ميل هيدي هي اللي كنت بعرفها، حياة الجامعية يلي عشتها هوني ما في يقول يلي عشتها بلبنان كنت منيحة. ومهنيا لقيتي صعوبات؟ هلا احكي لنا شوي عن كونك امرأة، انه كون الامرأة، وانا بستغرب انه دايما بحس انه في شوية بعد صعوبة بهذا الموضوع. انا بقول يمكن النهار اللي ما بعودوا يعيدوا عيد المرأة بتكون المرأة اخذت مطرحها الحقيقي. مرسي على اللي قلتي، لانه هيدا زيت الشيء اللي بفكر فيه. لا انا بقول بحسها شوي هاني لقلي بصراحة. احكي لنا شوي عنها، بس انه انت كنت مسؤولة مثلا عن انشاء اقسام، مثلا قسم لخدمة الزبائن، لتدريب، بتعطي محترفات، خبرتك الخاصة يعني حتى لحتى تقدر تعملي منها مؤتمرات، لقاءات، كل هول الأشياء قد كانوا صعبين حتى تثبتي حالك فيهم وتصيري أنت مطلوبة بالاسم وبالقيمة تبعك المهنية حتى توصلي؟ صعبين بالنسبة لي، أنا لقيتهم مثل حيلا مرحلة بالحياة، إذا كانت بتدرس يا ما كانت بالحياة الاجتماعية، الحياة المهنية ذات الشيء تخديها على شو فيك أنت تعطي، انه انت فيك تعمليها لو فيها صعوبات تتعملي الانجاز تبعها فيك تعمليها. بقى هيدي بالنسبة لي كتر خير الله، ما في يقول وقفت شغل. نعم. ما في يقول عدت فترة بلا شغل، ما في يقول عدت على الشوماج يا ما على المساعدة الدولية. حتى وقت الولدت ما أخذت فرصة كبيرة، لأنه إجاني فرص شغل ما رفضتهم، وجوزي في يقول ساعدني كتير كمان بالوقت اللي إجاني الولاد، نساعد بعضنا كمل أنا كمهنة. بالنسبة لي ما في يقول ولا مرة عدت بلا شغل، لأنه لو شو ما كانت صغيرة يلي عم يعرضوها علي كشغل، اخدها اتعلم منها اكبر فيها تقدر روح على مهنة تانية. عندك تفكير كتير ايجابي، راسك ايجابي. يعني بجرب يعني الواحد بحس انه انت من الاشخاص يلي بتستقبلي عن جد، انه عندك استقبال. ما بقدر اخد ولا فرصة اقول يي لا شو بدي فيها، لا بتجي الفرصة بخدها، حتى لو ما بعرف اعملها عم بخدها وعم بطلع فيها، وبقول شو بده يصير. اكتر شيء انه يقولوا لي ما رح تزبط. كتر خير الله لحديت هلا ما حدا نحطني برا. بالعكس بيجوني الفرص بدون ما اكون انا عم فتش عليهم، لدرجة انه حتى السيفي تبعي بقعد بجرب زبطه، اذا ببعته أنا ما بيزبط. كل شيء عملتيه بصراحة لأنه كثير كبير السيفي. هي بس إنه ما استعملت السيفي لدرجة إنه روح أركض بليز لقولي شغل. صاروا هني ورا بعضهم يجوا الفرص. بس تجي الفرصة ما أتكبر عليها. بيقولوا إنه أن رفو إي ميو كان رجري. أفضل إنه جرب ورمسي أنا لا، إنه يقولوا لي لا من إنه أندم يا ريتني جربتها. أنا بالنسبة لي بقول جو بريفير أفوار دي روغري كو دي رومور. جربوا
بعدين بتقولي يمكن تعلمت فيها ما بقى رح ارجع اعملها. بس الرمار اذا بتقولي لها للفرصه لا ما بدي اياها بترجع بتقعدي تفكري لو اخذتها شو كان صار. صعبه اكيد انه هيدا مرحله قلنا التسويق عندك بتشتغلي كمان بالماركتينج بالتسويق للامور بعد الاستراتيجيه اللي بتجي مع كيف بدك تبيعي المبيعات بقى في كمان تفكير كيف بدك تفرجي عنه كيف بدك تحكي عنه كيف بدك تعرضي للي بدك تبيعي بيجوا مع بعضهم. عضو مجلس إدارة المجلة المسرحية أنا هي لفتت لي نظري أنا من عالم المسرح أنه هيدا تخصصي جو شو وصلك على إدارة المجلة المسرحية مطرح ما بتحكوا عن المسرحيات إشياء عروض ناس بتعمل أوقات كريتيك أو بتحط رأيها بالموضوع ليه ندى صغيب وصلت لهوني كمان فرصة عضو من المجلس الإدارة إجا تعمل لي ندى إذا عايزين حدا يجي يساعدنا بيقولوا له النيميريك يعني كيف بدنا نحط المجلة كمان نساعدها على الإنترنت تتبين أكتر فيك تكوني معنا. قلت له ما بعرف شيء أنا بالمسارح ما عندي هالخبرة. قلت لي بس خبرتك يلي عم تعمليه مع الشركات فيك تساعدينا إياها. فتت فيها صار لي سنتين وفخورة كتير إنه فتت فيها لأنه فتحت لي أبواب تانية تعلمت فيها أكتر وقد ما فيها أعطي بقدر أعطي منيح ما قلت لا لأن كنت عوشك أقول لا لأن بياخد وقت كمان وفي عندي ولاد في عندي الشغل وفي عندي هدول بالعكس كل ما بروح لهونيكي ومنعملها بالمكتب مش أنه منقعد على الأورديناتر وهدولي سروت معلومات سروت طريقة الواحد يشوف الأشياء بغير عوينات بغير منظر. صح منظر بالنسبة لإلي أنا عم بروح بتعلم مش عم بروح أعطي. هاي اللي كان بدي أسألك أنا كوني مثلا بعالم الفنون بعالم المسرح بعالم الإعلام إذا الواحد بده يعمل بزنس عمل بالمجال الفني كمان الطريق نفسه يلي تريتمون زيته مثل ما بتعمله بالانتربرونريال عادي الكلاسيكي دايماً بس الابروش زيته لا بدك تعملي طريقة كيف بدك تطبقيها لمرشي لسوق يلي بيشبهها ولسوق يلي لازم كمان تأقلمي الحكي تأقلمي كيف بدك تقدمي لأنه المنتوج يعني مختلف التفاهم تبعه مختلف كمان بس بوقت اللي بدك تحضري الشركة اللي بدك تحطيها تأسيسية هيدا بيضله هو زيته بس بعدين بدك تأقلمي بدك تبرمي على طريقة انه يتأقلم للمجتمع اللي بتعرضي عليه. نعم لكن هلا بس نخلص الحلقة بدنا avec grand plaisir. خلينا نسمع هلا كمان من المجالات الكتيرة واول يمكن مجال من بعد الحقوق كان الترجمة لنا صح من زميلاتك اللي هن رفقوك بالمدرسة بالجامعة بالأحرى اللي تخصصوا بنفس الترجمة بس هي ضلت بهيدا المجال وضليتكن على اتصال باتريسيا أتزيجيون رح نسمع كمان هي شو بتقول عن ندى. Nada est une force de la nature. Elle est pleine d'énergie. C'est très bien canalisé, cette énergie. Nous nous sommes rencontrés à l'université. Moi, j'ai poursuivi en ligne droite, dans le même chemin. Nada, elle a eu un parcours plutôt sinueux, mais très riche. Elle a fait des études dans plusieurs domaines. Elle a travaillé dans plusieurs domaines. Mais à bien y penser, il y a de la cohérence dans son parcours. Des startups à l'entrepreneuriat, à des projets à l'international, je crois, à l'incubateur de l'UdeM, etc. Nada semble attirée par tout ce qui est nouveau, qui sert des objectifs concrets et où elle peut déchaîner son esprit novateur, proposer des solutions. Elle a réussi à se faire une belle carrière utile. Elle a réussi en parallèle à élever des enfants épanouis. Faut avouer aussi qu'elle a un excellent mari. Au début, quand même, elle a commencé relativement seule, dans un environnement étranger, loin de sa famille, de ses amis, de ses habitudes. Pour une immigrante déterminée à réussir, elle a dû bien allier audace et adaptabilité. Ça, j'en suis certaine. Et ça confirme la solidité de son caractère, je pense. Je ne suis sûrement pas la seule à le penser, mais lorsque Nada est dans ton équipe, tu peux être sûre que tu ne vas pas perdre. C'est vrai au travail, c'est vrai dans ses relations humaines. Et c'est essentiellement ce qui la démarque, une fiabilité à toute épreuve. Les Libanais aiment répéter qu'un Libanais, que tu le jettes n'importe où, il atterrit debout. Sauf Nada. Elle atterrit dans un 5 à 7,
ou derrière un bureau en train de planifier le prochain concept ou le prochain grand projet. Pour moi, elle est un exemple de réussite, une inspiration, surtout pour les femmes issues de l'immigration. Donc, au final, elle n'a d'autre choix que de poursuivre sur ses réussites. Alors, كتير. يعني بتقول عنك إنه شوي كمان مثل ما قالت مديرة أو رئيسة الريزو فيمينا إنك حدا بحب يساعد بياخد كل التشالنج يعني بياخد كل الأشياء اللي بيلاقيها قدامه بيضل مقدم فيها وأنت حدا ملهم لسيدات اللي جايين من بريت أساسا المجتمع الكندي اللي جايين من عالم الاغتراب. أمتى بتقولي لأ أو بتقول إنك أم جيدة جدا ولادك كتير مرتاحين وزوجك شخص كمان مهم لأنه كمان عرف سندك وكان حدك يعني عرفت تنقي هيدي كمان شغلة منيحة حظ لا عرفت تنقي أكيد بس بدي أعرف أمتى بتقولي ستوب هون لازم وقف مش كل ما نعرض علي شيء لازم أخده ما بعرف ولا هيدا المشكل لأنه وعم جرب كمان أعلم بنتي نتفي مثلي أكتر من ابني ما بعرف ولا لأنه بقول إذا فيي ليش بدي أقول لا بس من تاني ميل بيزيد على الواحد الحمل ومثل بتصيري مثل السفنجة بتاخدي كل المشاكل تبع الهيدوليكي بقى بتصيري بدك تجربي ترجعي تاخدي الإنرجي تبعك الطاقة تبعك تقدري ترجعي تعطيها ومن تاني ميل الواحد ما يعرف يقول لا ما بيساعد كمان لازم كمان يعطي الطريقة كيف بس في اختيارات كمان أوقات في اختيارات عم بتعلم عم بتعلم كان إن كان بالبيت إن كان حتى مع أهلي اهتمت بأهلي خيي اللي تب أنت عملي هالشغلة اللي دايما إيه بالبيت هلأ كمان بخلص شغل شوفي عنا أكل يلا جوزي بيقلي بيخليهم هن يعملوا لا حرام خليني أنا أعمل أكل البيت بالشغل زي الشيء إذا شيء ما بيخصني بس بلاقي إنه لازم ساعد بدي ساعد أنا بعرض بدون ما حدا يقلي من تاني ميل بقول طب ما أنا كمان عم بتعلم أنا كمان عم بربح بس أنت بتسمعي لندى بتقعدي أنت وندى بتوقفي تتلقي من الخارج كل شيء لازم تعمليه وتبلشي تسمعي أنت شو بدك عم بتعلم عم بتعلم آخر فترة تعلمت مشان هيك كمان وقت غيرت وفتت مع الشبكة تبع سيدة الأعمال عملته بخيار وقت اجت المديرة وعم بتقلي تعي معنا قلت لها خليني أخذ وقتي هيدي أول مرة بقول لهم خليني أخذ وقتي أخذت شهر تفكير قبل ما قلها إيه بس بهالشهر كانت تقريبا كل يوم تبعت لي أي متى بتقولي إيه أي متى بتقولي إيه كمان يعني هي عندها كاركتر قوي بس لأول مرة أخذت وقت تفكر لأنه كمان وصلت على فترة بقول هي زيتا يلي شو في يجيب أنا أعطي ضيفة يكون عليها كمان هالبرتيناس عليها مش عم بعرف يقيل الكلمة الترجمة بس إذا ما عم بقدر يكون عندي هالبرتيناس وفي عندي إشياء بقدر ساعدها ما رح أخدها وهيدي كانت أول مرة بقول أعطوني وقت طيب لو أنا قلت لك هلأ في إشياء بدك تتركيها على الطريق وتخلي بس شغلتين بحياتك تستعملي هون شو بتنقي يمكن إذا وقفت شغل بدي أعملها بنيفول ما رح وقفها الشغلتين بدي كملون أعطي وقت لأولادي تشوفون عم بيزدهروا عم بيكبروا وأعطي وقت للمجتمع اللي حوالي تقدر كمل كمان ساعد على الأكيد على الأكيد هي الأهل والعائلة البيئة اللي نحن عم نكبر فيها استمع واستمتع إنها الشرق الأوسط بآخر فقرتين رح ناخد أجوبة سريعة نوعا ما فقرة أول مرة حكي لي عن أول صورة أو فكرة أخذتيها عن حالك وقت الهجرت أنه في أنجح قوية يعني شفت حالك ندى القوية أول هدية بتتذكريها أول ستيريو جودو لوميير أهلي عملونا إياها سوربريز بلبنان بعتونا على القديس تبع نص ليل لأول مرة ما بيجوا معنا مع أنه منقطع الطريق يعني حتى نوصل على الكنيسة تكانوا زبطوا بس ظهرنا من الكنيسة أنا وخي على الطريق طلعنا البيت عم بيضوي عم بيشعشع بالجودو لوميير كانوا أول مرة بعدهم شي طالعين مع الستيريو بعد لليوم صورة براسك حلو كتير أول فيلم أثر فيك Bizarrement, les oiseaux se cachent pour mourir. وقت الماجي اللي كانت عم تطلع من كل الستاندار المجتمع
عملت لي شيء كنت يعني يمكن عمري شيء 14-15 انه فينا نحن نقول لا ونعمل الاشياء غير الشكل. هذه كتير اثرت فيي. كتاب لو بتي برنس. موسيقى، في شيء موسيقى اثرت فيك كنت تحبي على طول تسمعيها؟ كل السيري تبع فيروز، بس سورتو كانت من وراء امي ادمو اريكو ماسياس. هالسيري كلها عندي هون بعدهم ال 45 تور جبتهم معي من لبنان. هيدولي هون عندي شي 3-4 علب 45 تور. هيدولي بالنسبة لي تريزور. وأول حيوان أليف ولا ما بتحبوا الحيوانات الأليفة؟ بتذكر كان خيي وقت جيب كلب على لبنان، كنا بلبنان وربطوا برا مع تركوا برا لوحده، هرب الكلب اندعس بالعربية. بتذكر كمان كيف كنا متعلقين فيه مبسوطين فيه، أول حيوان أهلي قبلوا فيه. هيدا كان للأسف أخرته كانت أخرته كتير قصيرة وأليمة. أول فعل تعنيفة منك تجاه حدا أو من حدا تجاهك، جسدي أو كلامي، تتذكري شي؟ الحواجز بلبنان هيدولي أثروا كتير، كانوا تعني فيه. أول عمل أو مدخول تتذكري شو قبضتي أول مرة شغلة عملتيها؟ وقت وصلت لهوني كنت بعدني شي مبلش الجامعة. ما كنت شغلة بلبنان؟ أبدا. أوكي. بلشت بالجامعة هوني وأخذت شغل، عملت في سونداج، أعمل تلفن وأعمل سونداجات. كان فخر لقلي لأن بي اللي ما في بتحطي راسك بالدرس وهيدولي، وكنت أعملهم بس أخلص الجامعة أروح أعمل الهيدا. حسيت أنه أنا بلشت أخذ مسؤوليتي. كان يدفعوا يمكن شي 7-8 دولار بالساعة، وكنت قل له أعطيني قد ما فيك أعطيني تحت جمعي. تحت جمعي. حلو كتير. أول مواجهة مع الموت؟ وقت البي توفى نزلت قعدت جمعة معه، كان نتفي مش مرتاح، ما كنت شايفة بحياتي ميت. وأول شخص شفته بين إيدي ميت هو بيي، وبيي كان عندي علاقة معه كتير كتير قريبة، ما كانت هينة. من زمان؟ هالسنة بيصيروا 25 سنة. واو. وبعدها كأنه مبارح شفته بين إيدي. وشو كان سبب وفاته؟ السرطان. مرض 8 شهور. كانوا عم بفكر بده يجي يقعد هوني، وكان صار عنده وراقه هوني، حلمه كان يقعد معنا وهيدول يشوف. كنت مستقيمة بابني وقت التوفى وما قدر شافه. ابنك الكبير؟ ابني الكبير. يعني ما قدر شاف أحفاده. ما شاف أحفاده. هلأ عم بيشوفهم أكيد. شي أكيد إن شاء الله. أول حدث للوعي الروحي spiritual مش religious. كمان الهجرة والتهجير بقربك لشي تتهدي فيه وتقولي انه هيدا الباز تبعي، تضني قوية، تضني على القيم اللي ربيت فيهم. الهجرة والتهجير لانه عملت الفرق بيناتهم ومعكي حق فيها مش هينين، ولازم تقوي روحيا تتقدر تكملي. بقى هيدولي ساعدوا كتير. نوصل هلأ لآخر فقرة يلي هي فقرة لو، كمان أجوبة نوعا ما قصيرة. لو بدك تضوي على موضوع أو تكوني سفيرة لجماعة أو قضية، بدي أقولها بالفرنساوي les compétences non genrées. ما بقى في نقول القدرات بغض النظر عن جنس الشخص. شو فيك تعرض كحل إذا حلك مناسب، إن كنت شاب، مرة، من أي طائفة، من أي عرق أو شخص. هيدا بالنسبة لإلي نوصل على فرجيني شو بتقدر إذا بيناسب، يعني الشخص الكفو بالمكان المناسب بغض النظر عن عرقه، جنسه، دينه، انتمائه. ما لازم يفوتوا فيهم. طبعا لكن بالسيفي مش لازم نحط بقى أسامي وسيكس. ما لازم نروح كتير في السيفي يلي بدون ما نحط الأسامي، بس فينا نحط الاسم. بس ما في يضل الواحد يقول يي لأنه اسمه ما بقدر ألفظه لأنه بغير لغة ما رح أطلع. بالعكس فكرك لازم العكس، واحد يواجه هذا الشيء إيه لأنه بتجيبي معك ثروة من يلي عم بتجيبيها من البلد اللي جاي فيه، من البيئة اللي كنت عايشة فيها، عم بتجيبي وعم بتخليها تزدهر أكتر. بقى إذا شلت الاسم بتشيلي انه صرنا الهوية، وبعدين بتشيلي كمان صرنا مثل روبو، صرنا مكنة. ما لازم تصير. لازم تصير انه بتشوف الاسم بس ما بتاخدي الاسم كهو اللي رح يكون الكمبيتانس تبعك. بالعكس خليه يزدهر. وزارة، وزيرة إنوفاسيون والديفلوبمان إيكونوميك، تطور والازدهار الاقتصادي.
لو صرتي ليومين من الجنس الآخر شو بتحب تختبري؟ بدي اربح منهم هالطريقة يلي عندهم إياها تا عخيرة ربنا، كيف بيمشوا على خيرة ربنا تنحنا كنسوين نقدر كمان نخفف هالطريقة اللي بدنا نكون نحنا قوية ونعرف كل شيء. الجنس التاني بلاقي انه تأمشي فيها الطريقة. يعني هجومي أكتر من أنه مخطط ايه كل الوقت. كيف بيقدروا يحطوا هالبارافانت يصيروا هجومية أكتر؟ بدي أتعلم منهم أكتر. هيدي لو أن عندك إمكانية ليومين ترجعي بالماضي أو بالعكس تقربي على المستقبل، يومين بدك تتنقوزي على ندى بالمستقبل أو ترجعي لندى بالماضي، شو بتختاري؟ ارجع على المستقبل تشوف إذا رح نوصل عيال اللي عم نشتغل فيه تنفتح الأبواب للكل تطمني بينك إليك مزبوط إنه عملنا شيء منيح وشو النتيجة فيها. حلو. لو بدك تعتذري من ندى شو بتقولي لها؟ بعتذر ندى إنه حملتك كتير وبعدني عم حملك. لو بدك تشكري حالك على شيء بتقولي لها ندى بشكرك إنك ضليتك واقفة مع إني حملتك كتير. لو بدنا نتصل هلأ مباشرة نعتبر أنه عنا تليفون عجيب ورح نتصل بحدا بتعرفيه ما بتعرفيه منه بقى من هالدنيا صار بالدنيا التانية، بمين بتحبي تتصلي هلأ أو تحكي معه؟ البابا. شو بتقولي له؟ شوف شو عملت وين وصلت لأنه أنت عطيتني كل القوة وأنت اللي حطيتني على هالطريق. أوكي، وشو بتحبه هو يقلك؟ شو يجاوبك؟ فخور فيك. لو كنت معدة البرنامج هيدا البرنامج بدك تستقبلي حدا، انت بدك تطرح عليه الأسئلة، مين بتختاري؟ مين بتحطي بالضوء؟ في عندي شخصين كنت عم فكر فيهم. أول شخص هي رود فاشون يلي بريزيدان تبع لوريزو دي فام دافير. نعم. لأنه عندها هالجرأة مش بس تفتح البواب، عم بتشيل البواب تما يكون في هالحواجز. نعم. الشخص التاني بنتي. بنتك؟ ليه؟ شو اسمها بنتك؟ مريم، وعمرها 18. وليه بتختاريها لإلها؟ لأنه هي الجيل الثاني وبتوحي بتوحي وبتعطي هالقوة تتشتغلي تتعطيها مستقبل منيح، تجي بتشبلي هالإيموسيون. بس بنتي لأنه عندها القوة يلي بقول ياريت أنا كان عندي إياها وقت اللي كنت بعمرها. تشبه ندى يلي كنت حبيت تكونيها كتير. كتير. ابنك شو اسمه؟ باسكال. كمان باسكال عنده هالقوة يمشي بخط، مش لأنه الكل هيك بدهم يمشوا، بيختار وبينجح، وفخورة فيهم كتير. بأي مجال زوجك؟ هلأ أخذ الروتريت بس كان أرشيتكت. حلو كتير. أنا كتير سعيدة باستقبالك ندى صغيب، إنساني هالقد غنية عاطفيا إنسانيا وعمليا ومهنيا. حكاية ندى صغيب حكيناها وبعبكن خبيناها. مرسي كتير، مرسي على الانفتاسيون. كنتوا مع برنامج احكيلي عبر الشرق الأوسط.